في اخر كلامي مع سعيد صالح فوجئت بيه بيقول انه خايف. قال لي انا خايف ان بالفتره الجايه تيجي لاي حاجه انسى، ما عادش افتكر اي حد. غريبه بقى ان اللي تنبأ بيه سعيد صالح لنهايه حياته هو ده اللي حصل بالفعل. قبل ما يموت جات له حاله الزهايمر وبدا ما يبقاش فاكر اي حد من اللي حواليه.